السؤال الثاني اللي بدنا نحله سؤال 38 من شابتر 5 صفحة 332. الآن في هذا السؤال في عندنا شافت حنسميه الشافت بي. الشافت بي هذا في نهايته في بلانجر هون مشبوك معاه، اوكي طبعا دائما هي مستوية. الآن في عندنا كرانك بلف بهذا الشكل، الكرانك اللي هو او اي. الكرانك طوله 80 مليمتر. بنهاية الكرانك هون في عنا رولر، هذا لما يلف الكرانك اللي هون الرولر بده يصير يلف هون على البلنجر. حطينا سبرينج هون حتى نضمن انه في دائما كونتاكت بين البلنجر والرولر اللي بلف حتى ما يبعدوا عن بعض. الآن المطلوب في هذا السؤال لما ثيتا بتساوي 60 درجة كانت عنا أوميجا أو ثيتا دوت بتساوي 4 راديان بير سكند، وكان عنا ألفا اللي هو ثيتا دبل دوت بتساوي 8 راديان بير سكند تربيع. ففي هذه الحالة بدنا نوجد الأكسلاريشن تبع الشافت بي. الآن زي ما أنتم شايفين هنا في هذا السيستم في عنا اشي بتحرك بحركة ريكتيلينير موشن اللي هو الشافت بي. الشافت بي بتحرك بهذا الشكل ريكتيلينير موشن، وفي عنا الكرانك ميكانيزم اللي هو بتحرك بانجولار موشن زي ما احنا شايفين. فالانجولار موشن مع الريكتيلينير موشن اعطانا الكيس الاولى من الجنرال موشن اللي هي بنسميها الابسوليوت موشن. الآن حكينا في الابسوليوت موشن، بدنا ندور على الاشي اللي بتحرك بريكتيلينير موشن. فاللي بتحرك عنا بريكتيلينير موشن هو عبارة عن الشافت بي. فالآن من النقطة هذه لا الشافت هذا حنسميها المسافة S أو المسافة Y. الآن المسافة S أو المسافة Y بدنا نربطها مع الزاوية اللي بصنعها الكرانك مع الهوريزنتال اللي هي هذه الزاوية ثيتا. فبنلاحظ انه الواي هاد الواي اللي عنا الواي بدها تساوي هذه المسافة زائد هذه المسافة. الآن هذه المسافة اللي بتساويها الواي هي عبارة عن 20 مليمتر. طيب الآن المسافة من هون لهون إيش هي؟ هي عبارة عن 80 ساين ثيتا. فالآن اللي سويناه وجدنا العلاقة بين الريكتيلينير موشن واي والزاوية اللي بتعمل أنجولار موشن اللي هي ثيتا. إذن هاي قدرنا نطلع الواي. الآن الستيب اللي بعدها بعد ما نطلع الواي حكينا بنشتق مرة بنطلع العلاقات بين السرعة، نشتق كمان مرة بنطلع العلاقة بين الأكسلاريشن اللينير والأكسلاريشن الأنجولر. فخلينا نيجي نشتق الآن الواي دوت العشرين وشقتها صفر. الآن 80 ساين ثيتا هتكون عبارة عن 80 في ثيتا دوت أو أوميجا الساين مشتقتها كوساين ثيتا. الآن بدنا نروح على المشتقة الثانية اللي هي نطلع الأكسلاريشن واي دبل دوت. بنلاحظ انه في عنا تو فانكشنز، فحيكون عنا الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. حيكون عنا 80 في ثيتا دوت هذه الأولى، في مشتقة الثاني الكوساين مشتقتها سالب ساين سالب ساين، في مشتقة ما داخلها حيكون عندنا ثيتا دوت كمان زائد الآن 80 في كوساين ثيتا في ثيتا دبل دوت. اوكي الآن بنيجي حتى الآن الـ y double dot هي عبارة عن الـ acceleration اللي فوق اللي هو الـ acceleration تبع الـ b.
إذا حيساوي ناقص 80 في ثيتا دوت تربيع اللي هو 4 تربيع في ساين 60 زائد 80 في زائد 80 في كوساين 60 في ألفا اللي هي 8. الآن بنجمع هدول التيرمز مع بعض راح يطلع الجواب عندنا ناقص 7.89 مليمتر بير سكند تربيع. شو معنى الاكسلريشن طلع عندي ناقص؟ معناته الآن في اللحظة اللي بالزاوية بتكون فيها 60 التسارع تبع الشافت بي هيكون للأسفل. أوكي؟ فهذا إذا بدنا نشيل الساين هون معناته هذا بده يساوي 7.89 مليمتر بير سكند والدايركشن تبعه داون. وهيك بعد ما طلعنا العلاقة بين الواي والثيتا اشتقيناها مرة اشتقينا مرتين بعدين طلعنا المطلوب عندنا في السؤال وهيك بنكون أنهينا سؤال 38.